لطالما أدى تبادل المعرفة دوراً هاماً في بقائنا على قيد الحياة لأكثر من 60% من سكان عالمنا الذين يعتمدون على الزراعة للبقاء على قيد الحياة. يمكن لمشاركة المعلومات أن تحدث فرقاً بين الزراعة في وقت مبكر أو الزراعة المتأخرة، وأن تحدد مكان مصادر المياه المتغيرة، وتعلم كيفية التعامل مع الكوارث والتكيف مع تحديات المناخ. في أكثر المناطق تنوعاً والتي تعاني غالباً من نظم بيئية هشة ونادراً ما يتم فيها الوصول إلى وسائل الإعلام الورقية أو الإنترنت، طورت المجتمعات الريفية شبكاتها المعرفية الفريدة لتمرير المعلومات الهامة. وقد لعبت هذه النظم المعرفية دوراً رئيسياً في حماية الأرواح وسبل العيش طوال أزمة كوفيد-19. لوقف انتشار الفيروس، فرضت عمليات الإغلاق الشامل على غالبية السكان الاحتماء بمنازلهم وملازمتها. ولكي ينعم هؤلاء الأشخاص بالأمان، توجب على المزارعين الحفاظ على نمو الغذاء وإنتاجه، وبهذا يعارضون أنفسهم وأسرهم لخطر انتقال العدوى. وفي الوقت نفسه، تسببت عمليات إغلاق الحدود وتقييد التنقل في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد الغذائي، وزادت من معاناة الملايين من منتجي الأغذية. وأدى الوباء إلى تعميق قوة عدم المساواة في جميع أنحاء المعمورة. وبفعل التدابير المتخذة، تعرضت البلدان التي كانت تعاني أصلاً من انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر الأضرار، فكان الأضعف هو الأكثر تضرراً. فقد واجه صغار المزارعين أسواقاً مغلقة وكافحوا لبيع منتجاتهم، وبسبب ندرة الوصول إلى البذور والأسمدة عجز الكثيرون عن زراعة المزيد من المحاصيل. وفي مناطق أخرى لم يعد الرعاة قادرين على التحرك بحرية، فتقلصت طرق هجرتهم، مما أدى إلى نقص الغذاء لحيواناتهم ووقوع نزاعات بين الرعاة والمزارعين المجاورين الذين يستخدمون نفس المساحات والموارد الشحيحة. ومع الإغلاق المؤقت للمطاعم والفنادق والمدارس، باع صغار الصيادين منتجات قليلة بأسعار منخفضة، وتأثرت النساء التي يتحملن 60-80% من إنتاج الغذاء في جنوب الكرة الأرضية بشكل مفرط بآثار الوباء. في بعض المناطق قامت الكثيرات منهن بأعمال إضافية لتعويض الدخل المفقود لأزواجهن، وتحملن عبئاً إضافياً كمقدمات للرعاية المنزلية لأولئك الذين مرضوا. مع استمرار الاضطرابات الغذائية، استمر احتياج الذين يحتمون في منازلهم لتناول الغذاء، وكان التحدي القائم هو ضمان مواصلة منتجي الأغذية والعاملين الزراعيين الآخرين في ممارسة سبل عيشهم، مع معرفة كيفية حماية أنفسهم من كوفيد-19 وكيفية تفادي انتقال الفيروس عبر سلسلة الإمداد الغذائي عبر ترجمة إرشادات السلامة الخاصة بكوفيد-19 إلى اللغات المحلية وتكييفها مع سياقاتها. وقفت منظمة الأغذية والزراعة جنباً إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمعات المحلية لإنشاء أنظمة مشاركة المعرفة المجربة الموثوقة. ساهم استخدام الإذاعات والدورات المتنقلة ومدارس المزارعين ومجموعات حل النزاعات في زيادة الوعي ومواجهة انتشار المعلومات الكاذبة، مما يضمن وصول الرسائل المنقذة للحياة إلى منتجي الأغذية خارج المدن الكبرى. مع استمرار الوباء وترقب الأزمات المستقبلية، من المهم استمرار دعم قوة العمل المجتمعي ومشاركة المعرفة حتى يعبد الطريق أمام أنظمة غذائية أقوى وأكثر محلية ولمجتمعات أكثر قدرة على الصمود.